السلام عليكم. إذا رأيت ابنك يبكي فلا تضيع وقتك بإسكاته، أشر إلى حمامة أو غيمة بالسماء لينظر إليها وسيسكت، لأن فسيولوجية الإنسان بالبكاء هي بالنظر للأسفل. اترك الجوال قليلا لو سمحت، واغلق التلفاز أيضا لو تكرمت. اجعل عتبة البيت مريحة وحولها المزروعات، وذات باب جميل يبعث على الانشراح، كما يستحسن اختيار الألوان الفاتحة داخل البيت. احذر أن تدخل لمكان ويعطيك أصحابه شيئا وترفضها، لأن هذا يؤثر على المجال الطاقي للوفرة عندك. إذا كنت تشعر بالضيق والانزعاج من غير سبب، فهذا يدل على امتصاص سلبي لطاقتك، يمكنك التخلص من ذلك بأخذ حمام. لا تسهر بل اذهب للنوم قبل الساعة 12 ليلا، لأن كل ساعة نوم قبل الساعة 12 تعادل 3 ساعات بعدها. لا تدرس في مكان مفتوح، الشرفة، أمام الشباك، بستان، فلن تستطيع التركيز جيدا. قانون التمييز، أن تبدع بأسلوب وأنت في قمة الاسترخاء ويقلدك الجميع. قانون إدارة الوقت، كن كالسفينة التي تمشي بين الأمواج بالعلم والمعرفة. الشخص الذي يدخل حياتك هو الشخص المناسب، لا أحد يأتي إلى حياتنا بالصدفة. الفتاة التي لا ترد على الهاتف كما يفعل الشاب حين لا يبادر من تحبه المشاعر، فإن الفتاة تفعل الشيء نفسه، فإذا وجدتها لا ترد على اتصالاتك ورسائلك، وإن جاء ردها فإنه يكون متأخرا بعد ساعات طويلة وحتى أيام، ورسائلها قصيرة ومقتضية، فاعلم حينها أنك صديق من بين عشرات الأصدقاء لا أكثر. 92% من الأشخاص يبللون فرشاة الأسنان بعد وضع المعجون عليها.